المحافظ القلبية بنشئ أهل القلبية بالتزام بالخطوات الاحترازية وان هم يلتزموا بالحظر والحدود والتجمعات بلاش منها من فترة صعبة جدا عايزين نعديها بخير. انت مش مسؤول عن نفسك بس انت مسؤول عن أسرتك وعن عيلة كاملة فمن فضلك خلي بالك ما تخرجش كتير ما يبقاش في تزاحم كتير خلينا نعدي العيد بسلام ونعدي الفترة دي بسلام ونكون مبسوطين ومتجمعين بعدين كلنا بدل ما نقول